السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة واحسن حال ومرزقين دايما براحة البال. النهاردة على سبيل الجمال هنلف اسكندرية ونشوف معالمها بالاتوبيس السياحي او الدبل ديك او ابو دورين. من اجمل الحاجات اللي ممكن تعملوها في اسكندرية وتنبسطوا اخر حاجة باقل تكلفة، سعر التذكرة 15 جنيه. زي ما قلنا هو دورين، الدور الاولاني مكيف والديك او الروف بتاعه طبعا الاجمل واللي بنركبه علشانه فيو ورا اروع لكورنيش اسكندرية من اوله لاخره. ياخد الكورنيش من قصر المنتزه قدام الشيراتون لغاية بحري في الانفوشي قدام مينا المراكب. بيقولوا كمان اليومين دول هيزيدوا الجمال جمال بانهم هيكشفوا السقف ويبقى منك للسما كده يا جماله من الساعة 6 المغرب للساعة 1 الا ربع بالليل. ده موقف الاتوبيس عند قصر منتزه قدام شيراتون المنتزه على طول. قصر منتزه هو احد القصور الملكيه بمصر ودلوقتي احد القصور الرئاسيه، بناه الخديوي عباس حلمي الثاني سنه 1892 في وسط حدائق المنتزه. كان جه هنا وعجبه المكان فامر ببناء القصر، اتبنى في وسط حدائق مساحتها 370 فدان. ان شاء الله هنعمل فيديو عن قصر منتزه قريب. كده بيتحرك في اتجاه محطة الرمل والمنشية والأنفوشي. هنشوف بقى ازاي بنشوف البحر من الاتوبيس من فوق الديك، فيو تحفة لكورنيش اسكندرية كله ولا امتع. وما اقولكش بقى على الهواء العليل بتاع اسكندرية وانت ماشي بالاتوبيس. الكورنيش من ناحية البحر احنا عاملينه بالتفصيل في البلاي ليست بتاعت شواطئ اسكندرية، كورنيش اسكندرية الدليل الكامل. لو عايز تشوفها هتظهر دايرة الاي اعلى الشاشة فيها البلاي ليست بتاعتها. انا قلت اوريكم ازاي بتشوفوا البحر وان شاء الله هنركز الناحية التانية علشان نشوف معالم اسكندرية. هنروح بقى لموقفه في الانفوشي قدام مينا المراكب. الانفوشي في حي الجمرك او بحري من اقدم الاحياء الشعبيه في اسكندريه، اصل اسكندريه، وما ينفعش تيجوا اسكندريه وما تجوش هنا. وفي كمان هنا مقابر الانفوشي الاثريه من العصر اليوناني الروماني ومسجد المرسي ابو العباس، وطبعا جنبنا هنا القلعه والاحياء المائيه. هنتحرك، انا بوريكم المشهد هتشوفوه ازاي لو قعدت ناحيه البحر ولو قعدت ناحيه المباني والمعالم المختلفة.
ده مداني المنشية، وده النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، تحفة معمارية مبني على الطراز الإيطالي، وكان فيه على القاعدة اللي في النص دي تمثال الخديوي إسماعيل اتنقل بعد الثورة. صممه مهندس إيطالي اسمه فرانشيسكو مانشيني. فرانشيسكو مانشيني يمكن يكون اسم المنشية مشتق من اسمه مانشيني، بقت منشية. المهم هنا الرئيس عبد الناصر ألقى الخطاب التاريخي اللي أعلن فيه تأميم قناة السويس سنة 56، وقال كلمة السر ديليسيبس علشان يروحوا يسيطروا على مبنى الهيئة وإدارة القناة. دي كافيتيريا البورصة التجارية، ودي قهوة نصار. المباني القديمة بنلاقيها هنا. ده بقى فندق وينسور بالاس هوتيل، بارادايس ان وينسور بالاس هوتيل، من 1906 بناء الانجليز، ولسه لغايه دلوقتي واحد من اشهر فنادق اسكندريه. وده علم مصر اللي هتشوفه في كل حته في اسكندريه. العلم ده اعتمده الرئيس مبارك علما وطنيا 84. ثلاث الوان، اللون الاحمر بيرمز لدماء الشهداء، والابيض بيرمز للمستقبل، وفي وسطه نسر صلاح الدين، واللون الاسود بيرمز لعصور الاستبداد والاستعمار. طوله قد عرضه مرتين. حفظ الله مصر وشعبها. ده بقى فندق سيسل او شتايجنبرجر سيسل، من 1929. فندق تحفة، من الفنادق العريقة في اسكندرية في محطة الرمل، وفي غرف نزل فيها مشاهير اتسمت باسمائهم. ده ميدان محطة الرمل. وما ادراك ما محطة الرمل، وروعة محطة الرمل، وجمال محطة الرمل، او ميدان سعد زغلول اللي فيه تمثال سعد زغلول. بيرجع إنشاؤه لعصر عباس حلمي الثاني 1882، وبعدين اتعمل محطة ترام في وسط الرملة في منطقة اسمها قرية الرمل، ومن هنا جاء الاسم محطة الرمل. الفندق اللي ورا اللي هناك ده الروز، ده لو متروبول، وشايفين الروف بتاعه الجميل ده. مطعم أتينوس، من أقدم وأعرق الكافيهات والمطاعم اليوناني في الإسكندرية. يوناني يوناني يعني، بيجدد. ده كافيه الديلابي، من الكافيهات العريقة. ده مطعم فندق سيد درويش. ده الفود كورت، يعني جديد نسبيا. المهم ان ده مش كبدة الفلاح الاصلي بتاع محطة الرمل، لكن الحقيقة هو كويس برضه. ده
ده مسرح محمد عبد الوهاب. كافيه وحديقة السلسلة قدام مكتبة الإسكندرية. دي بقى مكتبة الإسكندرية، اتبنت إحياء لمكتبة الإسكندرية القديمة، أعظم وأكبر مكتبة في العالم القديم. تم بناء المكتبة في موقع قريب من المكتبة الأصلية في منطقة الشاطبي. منطقة الشاطبي هي فيها مقابر الشاطبي وهي منطقة أثرية، يعني من المناطق إسكندرية القديمة. افتتحت في 16 أكتوبر سنة 2002، وإن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو قادم. كوبري ستانلي. كوبري ستانلي من تنفيذ شركة المقاولين العرب، من أكتر المباني الحديثة الموفقة في التصميم، لأنه في جمال في التصميم، صمم على طراز قصر المنتزه، تحس بنفس الروح بتاعت أبراج القصر في أبراج الكوبري، حتى في ألوانه. من الأماكن الجميلة اللي ممكن تجوها وتستمتعوا وتاخدوا صور جميلة وحلوة، خصوصا لو عايزين تستمتعوا وما تصرفوش فلوس. إن شاء الله هنبقى نعمل مجموعة من الأماكن كده في فيديو، الأماكن اللي ممكن نستمتع فيها ببلاش. تم إنشاءه 2001، يعني يعتبر حديث من 2001، ولكنه أصبح من معالم اسكندرية وأشهرها. طوله 400 متر وعرضه 21 متر، وتكلف ساعتها 30 مليون جنيه. واللي اداله جمال اكتر انه مشيد فوق خليج، ما هو اللي تحتينا ده خليج اسمه خليج ستانلي. كوبري ستانلي اتحول لنسخه تانية من جسر الفنون. جسر الفنون ده اللي ما يعرفش اللي موجود على نهر السين في باريس، حيث يضع الاحبه الاقفال على سور الجسر. احنا عندنا نسختين، كنا اتكلمنا عن النسخه الاولى عند رصيف ديليسيبس في الممشى السياحي لقناة السويس في بورسعيد، اللي ما شافوش يقدر يشوفه، هتظهر برضو دايرة الإي ويقدر يشوف الفيديو. وهنا النسخة التانية، النسخة المصرية التانية. أحلى حاجة هنا بقى أن في ناس برضو بتنهي علاقتهم على الكوبري، يعني هما بيتجمعوا بيتفرقوا على الكوبري، بس مش عارف بقى بيشيلوا القفر ولا المفتاح بيكونوا رموه ساعة ما علقوا القفر. ده بقى القصر اللي جه في فيلم ابن القنصل، احلى واجمل افلام احمد السقا في رايي. طبعا ابن القنصل للفنان خالد صالح الله يرحمه والفنان احمد السقا. فاكرين النصبايا اللي عملوها في بيع القصر؟ الغريب انه اتعمل حاجه زي كده في الحقيقه على طريقه الفيلم يعني. المهم ده قصر عزيزه فهمي الاثري، اتبنى 1905 على مساحه 15000 متر. والقصر اتبنى على مساحة 670 متر مربع. كان سكن لبنات علي باشا فهمي كبير مهندسي القصر الملكي. ده فندق سان ستيفانو الفور سيزونز، أغلى وأكبر فنادق اسكندرية. شاكر لحضراتكم، ياريت ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الجديد. جزيتم الجنة وأسعد الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.